السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة. الضلمة والنور نقيضين ما بيجتمعوش مع بعض في لحظة واحدة وفي مكان واحد. اعمل حسابك الحاجة اللي هتستخبى بيها عن عيون الناس وانت خايف وهتروح تعملها في الضلمة اكيد بنسبة كبيرة جدا فيها حاجة غلط، والنتيجة اللي هتترتب على الحاجة دي اكيد هتكون غلط. وده اللي ودى بطلة حلقة النهاردة اللي عندها 27 سنة لغاية ابواب المحاكم شايلة على ايديها طفلين توأم علشان ترفع دعوى اثبات نسب على ابو الطفلين دول. نرجع فلاش باك شوية لبداية القصة من قبل حوالي سنتين ثلاثة لما ربطت ما بين البنت دي وراجل علاقة عاطفية غرامية رومانسية جميلة. طيب العلاقة دي تطورت التطور الطبيعي ليها في العلن علشان الراجل ده يروح يتقدم لأهل البنت دي ويتجوزها؟ لا. ليه؟ الله أعلم الأسباب اللي عنده والأسباب اللي عندها إيه، لأنه المعلومات ما وردتش في حيثيات القضية اللي هي رفعاها، ولكن بتقول إنه من بعد العلاقة العاطفية دي أنا حبيته ووثقت فيه وكنت معاه يعني روميو وجولييت، وبعدين رحنا حررنا إحنا الاتنين عقد زواج عرفي، الاتنين اتجوزوا عرفي. ومعلومة على جنب كده لكل أهالينا وأصدقائنا اللي بتشرف بمتابعتهم ليا من بره مصر، وببساطة خالص الفرق ما بين الزواج العرفي والزواج الرسمي. ببساطة الزواج الرسمي وثيقة زواج بتحرر وبعدين بياخدها المأذون يوثقها في المحكمة علشان المحكمة تكون جهة فض منازعات أول ما بيحصل خلاف ما بين الطرفين علشان تضمن حقوق الزوجة. طيب الزواج العرفي هي وثيقة زواج بتحرر في مكتب محامي أو ما بين شخصين وبيمضي عليها شهود. الوثيقة دي بتقول إن فلان الفلاني بمحض إرادته وفلان الفلانية بمحض إرادتها اجتمعوا أمام الشهود فلان وفلان وتجوزوا. ده عقد زي اي عقد في الدنيا. الزواج اصله شفهي، الزواج ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القبائل وفي البيئات اللي مفيش فيها على مدار العصور محاكم وجهات فض منازعات كان زواج شفهي. انت يا عم عايز تتجوز دي وانت يا ست عايزة تتجوزي ده، انت موافق انها تتجوزك وانت موافقة على ان هو يتجوزك، شاهدين يا جماعة المهر والصداق المسمى بيننا اهوت، قوم يا عم خد عروستك وتوكل على الله روح. فالزواج الرسمي والزواج العرفي هما الاثنين بيستوفوا الصيغة الشرعية الشفهية. طيب اللي حصل ما بين الست اللي عندها 27 سنة والراجل ده عملوا مع بعض ورقتين عرفي وعاشوا مع بعض. هي بتقول ان في البداية العيشة كانت حلوة وجميلة وما فيهاش اي مشاكل، غير انه فجأة قالت له على فكرة انا عايز اقولك على موضوع، يعني قال لها موضوع ايه؟ في ايه اللي حصل؟ قالت له انا حامل. من هنا الدنيا تغيرت 180 درجة. الراجل اللي كان روميو وقيس ابن الملوح وجميل بقى وحلو والرأس بقى والدلع بقى والجاتوهات والقشطات والمحاشي والدنيا زي الفل، وجايب لك النهاردة حتة شفتشي وانا عاملة لك النهاردة الاكلة اللي انت بتحبها والدنيا رايقة، الراجل اتقلب. عيال ايه؟ انا ما اتفقتش معاكي على عيال. قالت له هو ده اللي حصل وانا دلوقتي حامل، ده انا حامل كمان في توأم، حامل في توأم. ينهار ازرق الراجل تصرفه الطبيعي انه راح واخد الورقتين بتوع الزواج ده. طبعا الزواج مش موثق فما تقدرش تروح لجهة رسمية وتقول له طلع لي صورة رسمية من عقد الزواج ده او العقد ده بشكل عام. فاخد الورقتين وراح ضربهم في جيبه وفص ملح وداب، اختفى الباشا. اختفى قد ايه؟ كام شهر، لغاية ما البنت دي ولدت التوأم. بعد ما ولدت التوأم
قعدت بيهم مش عارفة تعمل ايه. صرحت اهلها، والدتها واخوها، بالتأكيد من بعد تلقي الامر ده حصل خلاف وحصل نزاعات وحصل عتاب وحصل مشاكل ما بينهم، وبدأت امها واخوها تروح للراجل ده تقول له اعترف بالطفلين دول واكتبهم باسمك، وروح يا عم سجل الجواز ده وخلي الزواج ده رسمي. الراجل رفض وقال احنا ما اتفقناش على الموضوع ده قبل كده ومش هتجوز رسمي. مر شهر، اتنين، تلاتة، لغاية ما وصلت المدة لسنتين. الاطفال بيكبروا والعمر بيهم بيعدي وملهمش شهادات ميلاد، علشان كده الست اخر ما بتزهق واخر ما بتتعب. وبعد السنتين والحيرة اللي هي فيها بتلجأ الى المحكمة وبترفع دعوى اثبات زواج، واللي بيترتب عليه طبعا الاعتراف بالطفلين دول. موضوع في الحقيقة مرفوض من بدايته، يعني لو في زواج هيتم يتم في العلن بمعرفة الاهل ايا كانت الظروف وايا كانت التفاصيل. ليه؟ علشان النتائج اللي بتحصل بعد كده زي ما حصل في حلقة النهاردة وفي قصة حلقة النهاردة، القضية منظورة أمام المحاكم، وهنا بيدخل الزملاء المحامين، كل واحد طبعا بيشوف شغله ناحية موكله وبيشتغل لصالح. هي بتروح ترفع دعوى صحة زواج وبتحاول تثبت ان الراجل ده كان متجوزها، وتحاول تجيب شهود من الجيران على انهم كانوا مقيمين مع بعض ورايحين مع بعض وجايين مع بعض، وتحاول تدور على اي وثائق رسمية كانت مشتركة ما بينهم تدل على انهم عايشين مع بعض عيشة الازواج، وكان في عقد مبرم، غير ان الراجل ده اخفى العقد. هو كمان السيد الزميل المحامي اللي بيتعامل مع الزوج، فبالتأكيد بيحاول يشتغل لمصلحة الزوج وفقا لوجهة نظره ولمصلحته الشخصية في رفض وإنكار العلاقة بالست دي أيا كانت التفاصيل اللي موجودة. طيب نتجنب ده ازاي من البداية؟ ان احنا نمشي صح، امشي عدل، احتار عدوك فيك، امشي صح وامشي في النور، مش هتلبس في الحيط، مش هتلبس في عمود. لقيت السكة ضلمة ومنيلة بنيل عليك وعليها، ما تمشيش عشان ما تلبسش اساسا في سيخ حديد يخرم عينك وبعدين نرجع نندم في الاخر. صح باين والغلط باين، فليه نلبس نفسنا في شجرة ونرجع تاني نقول اه يا دماغي، ولا اه يا مناخيري، ولا اه يا بطني. أسأل المولى سبحانه وتعالى السلامة لجميع المتابعين والمتابعات المحترمين. أشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المحاكمة.